وارد اقول لك شغله، لو ما اهل البيت بالعراق كان الله من زمان زرق بركان. الله واهل البيت، الله واهل البيت ان شاء الله، ربنا يحفظكم ويحفظك ان شاء الله. انا ادعي من الله سبحانه وتعالى هاي الناس خطيه الوضعيه تعبانه، اكون التفتوا لهم. انت هنا بالمتنبي صار لك فتره، اي صح صحيح. احنا اليوم عندنا نهرين دجله والفرات، اي ويقولون عندنا شحه بالمياه، ليش؟ وعندنا هاي الخير مي، خير من الله المي، لا اكو شحه ولا شيء. هاي العالم بعض من المناطق يقول لك ما بيها مي، وصدق ما بيها مي. والله ما اعرف هاي بعديه كل منطقه. انا قاعد بالمدينه. شلون هالمدينه؟ نعمه من الله خير. كل المدينه؟ كلها. زين الولد وياك من المدينه؟ مو كل المدينه لا، اكو مناطق بيها تعبانه. يا مناطق التعبانه بالمدينه؟ مناطق التعبانه مثل ما تجاوز اللي هي؟ اي الناس كلها تعبانه. الزراعي قصدك؟ الزراعي والتجاوز، اكو تجاوز. انا قاعد بتجاوز خويا بقطع، قاعد بتجاوز بقطع 80، قالوا زراعة طلع كذا بكلاوات، لا زراعة ولا شيء، والأوراق اللي وديناها كذب. ورا كسرة وعطش قطع 79 بصفة سموه 80. هي أصلا كانت ساعات ما طوبة وكانت قراجات. هاي على الساحات من المدينة قاعد تحشدته. إي تجاوز كلها. إي تجاوز. زين المدينة قاعد تتطور الأولاد، يشتغلون بيها الأولاد. طبعا بيها تطور. دي يشتغلون يعني. أحسن من ذيك الفترة صارت بيها تطور من نجم محمد الشاعر السوداني. زين الله يوفقه. حلو. اي صار تطور هواي، يعني تطور بكل مكان مو بس بالمدينه، بالعراق كله. احنا نتمنى هذا الشيء. ايه؟ احنا نتمنى مو فقط تطور، واكو شغلات مو احسن من التطور، اكو شغلات احسن من الجسور، اكو شغلات احسن من بناء البلد. انت قبل لا تبني البلد المواطن خطيه له حق، هذا يصير اليوم. انت تقدر تقعد ببيت بدون ما تتعب بجهدك يلا تشتري البيت؟ لا طبعا. خلاص المواطن اليوم، انا افكر اليوم اشبع المواطن يلا سوي البناء. يعني مش كان ماكو اعمار المواطن جوعان. انا مو الحمد لله شكرا، انا شبعان ونعمه من الله. الله يزيدك. انا اقول نعمه من الله. الله يزيدك. عندي ما عندي احمد الله وشكره، الله يقول شكرتون اجدكم. الحمد لله. انا عندي ما عندي احمد الله وشكره. بس هاي الناس الخطيه التعبانه، والله العظيم قبل فتره مره ماتت بسبب علاج ما عدها، روح على الدكتور ما عدها، ومرت شهيد راتب ما شهيد ما عدها. من آلاف إيه ترى، واتكت لك مرة شهيد، يعني الشهيد راح يدافع عن شرفه، راح يدافع عن المقدسات، مرته هيك تنخذل وتالي تموت ويبقون أطفالها. عمي جريمة، الله إيش ما يسوي بالعراق، كلش قليل. وأرد أقول لك شغلة، لو ما أهل البيت بالعراق كان الله من زمان زرق بركان. الله واهل البيت، الله واهل البيت ان شاء الله، ربنا أيوة يحفظكم ويحفظك ان شاء الله. انا ادعي من الله سبحانه وتعالى هاي الناس خطيه الوضعيه تعبانه، اكون التفتوا لهم. والله لا تروح ورا السده وتشوف العالم. ليش ورا السده؟ مستشفى الزهراوي اي المقابله تجاوز ما شركه. والله رحت ازور اخوي، رحت ازور اخوي نزل البيت، رحت له يعني رحت انهضمت. قطية جهال شعر ميابس من الوسخ، الله أكبر. والله العظيم ملابسهم مشققة. زين هذا العراقي، الدولة وينها؟ الدولة وينها؟ يعني الدولة تعرف بس تودي عده مصارف كلها وبنوك برا. المواطن ترى هم له حق. اليوم أنا أبو العائلة إلى قصر ويا عائلتي، الله سبحانه وتعالى يحاسبني. من لو بالتقايد لك دولة كاملة خليهم مع الأسف عليك. الله موجود ونعم بالله. الله يحفظك. رحم الله والديك. الله يوفقك. الله يحفظك.